اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الاعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه خطه اصلاح وتطوير شركات قطاع الاعمال العام وحسن اداره الاصول التابعه لها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بمواصله جهود تطوير شركات قطاع الاعمال العام بكافه مكوناته بما في ذلك تاهيل وتدريب القدرات المهنيه والفنيه وذلك في ضوء اهميه وقيمه قطاع الاعمال العام في المساهمه في عمليه التنميه الشامله وبما يمتلكه من اصول عديده ومتنوعه على مستوى الجمهوريه تستوجب حسن ادارتها واستثمارها كموارد مملوكه للدوله بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت اساسيه لصون المال العام وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم. موضحا أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام لسيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع فضلا عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للصحه والوقايه. الاجتماع تناول متابعه مبادرات الصحه العامه وتطوير الخدمات الصحيه في وحدات الرعايه الاساسيه على مستوى الجمهوريه. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على اليات تطوير منظومه تقديم الخدمات الصحيه في وحدات الرعايه الاساسيه. بما فيها الوحدات في نطاق مبادره حياه كريمه وذلك بهدف زياده معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الانشائيه ودعم الخدمات المقدمه بها وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حزم تحفيزيه للاطقم الطبيه العامله بوحدات الرعايه الاساسيه وكذلك تزويدها بكافه الادويه والاجهزه اللازمه للقيام بدورها على اكمل وجه كما وجه سيادته باضافه عيادات تخصصيه لخدمات وحدات الرعايه الاساسيه على مستوى الجمهوريه بما يساعد على تغطيه تقديم الخدمات الصحيه الخاصه بالشباب المقبلين على الزواج وكذلك متابعه مرضى الامراض المزمنه ورعايه كبار السن فضلا عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعه في بعض وحدات الرعايه الاساسيه وكذلك دراسه تقديم خدمات منزليه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود القائمه لتحسين صحه الاسره المصريه وتعزيز برامج الصحه الانجابيه وتنظيم الاسره حيث وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافه الخبراء ذوي الصله بحيث يتم تناول الاوضاع الصحيه على مستوى الجمهوريه. وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعه المقدمه في هذا الصدد فضلا عن المساهمه في عمليه التوعيه الصحيه خاصه ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الاسره ونشر الوعي المجتمعي باهميه القضيه السكانيه وتاثيرها على صحه الام والطفل والاسره من خلال الصحه الانجابيه كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بتنظيم خطط عمل متكامله تتضمن اطلاق حمله ترق الابواب بحيث تضمن تقديم خدمات الصحه الانجابيه واستفاده كافه الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع وذلك لتحقيق اكبر نسبه تغطيه ممكنه لتلك الخدمات واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطلع ايضا على الموقف التنفيذي للمشروعات القوميه في القطاع الصحي ومعدلات الانجاز والخطه الزمنيه لانتهاء كل مشروع حيث وجه سيادته بضروره الالتزام بالتوقيتات الزمنيه لانتهاء تلك المشروعات والعمل على ازاله اي معوقات تعرقل سرعه الانجاز لا سيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينه النيل الطبيه المتكامله ووجه السيد الرئيس ايضا في هذا الصدد باهميه العمل على زياده معدلات الاستثمار في مجالات الرعايه الصحيه وفق المعايير العالميه لتقديم الخدمات الصحيه وتوسيع اوجه الشراكه مع القطاع الخاص بما يؤدي لتحسين جوده الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين وفق المعايير العالميه الصحيه خاصة ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية، من ضمنها مستشفيات "أم المصريين" وهليوبوليس" و"مبرة المعادي" والمستشفى القبطي واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من مستشفى جديد بسعة 300 سرير إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر وكذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية.